على سلامتك. عندي مهمة خطيرة نكلفك بها. تنجمي ترفضي حد ما يلومك ما يحقد عليك. راني واجدة الكل تخطيط. قل لي واش لازم ندير. راني مستعدة. يلا امشي معي. هي كما لا يخفاك قنبلة من صنع الشاب نتاعنا الكيماوي طالب عبد الرحمن. قنبلة قوية كتير غير كيما اقترحها. لكن مين نمد هذا القنبله؟ اسمعي مليح، على 3 بعد الظهر بالضبط لازم تكوني عند الدخله متاع جنينه مارونغو. تما شاب فدائي يتقدم ليك وتسلمي له القنبله، فهمتي؟ لكن كيفاش نقدر نعقله؟ باسلوب بسيط. بالنسبه ليك العلامه هي الجريده، يكون شادها في يده اليمنى، لكن ماشي هذا هو الخطر. الشاب هذا لازم يوضع قنبلة تحت سيارة في باب الواد. نعرفوا باللي العسكر يفتشوا دايما الرجال كتر من النساء، ولهذا انت اللي تنقليها حتى للمكان اللي رايحة توقع فيه العملية. ما لكي ما وصيتك كنت هني باش العسكر ما ينتبهوا لحتى شي وما يدخلهم الشك. ما لازمش الانسان يرتب قدامهم، حضري بالك، المهم هو الهدوء. بالله هذه هي الخطرة الاولى اللي قمت بهذه العملية، ما لازمكش تخمم عليا. قريب نسيت، ما يخفاكش باللي عندك بالحارة شهرين من اللي اتصلتي بشبكتنا، وبطبيعة الحال لازمني نفهمك في اهداف شبكة القنابل باش تفهمي مليح اهمية دورك. شبكة القنابل اساسها خلق جو حربي بامكانيات نفسانية، ومهمتها وضع القنابل في الاماكن الادارية. بهالطريقة نسعوا في اهداف معنوية ونحطموا لهم مطامر الخداع. تنجمي تروح. الله يحفظك. نشكرك على نصيحتك. تبقى على خير. العسكر ما ينتبهوا لحتى شي وما يدخلهم الشك. ما لازمش الانسان يرتب قدامهم، حضري بالك، المهم هو الهدوء.
هاكي وحدك. كيفاش فتاة جميلة وحدك تبقى هكا؟ نعلمك باللي على الخمسة نتم شخص. أمرك. أعطينا مشروبك. تعترف بلي اللي أبخر منك وإلى لا. أقولك الحقيقة والله هذا اللعب راني ينطق. أيوة.
نزيد نلعب لك مرة أخرى يا صديقي. كيما حبيت. قل لي. نعم. عمر مازال يكبر. ما نكرش برك. أتعقلنا هذه الكلمة خلاص. شكرا يا صديقي. خبروني. قالوا لي بلي راهم يوجدوا في إضراب نتاع مدة كل واحد. يسقط قبل ما يشفضوا من غير يشك. السكان المدنيين ما يمشوش معهم. شوف انت بنفسك لهزيم على وجوههم. راهم يظهروا مثل هذاك اللي يقول للموت الحيين. وتحب مع هذا إضراب؟ لا لا يا صديقي. هذا غير معقول. موافقك يا صديقي. وهكذا نعرفوا مرة أخرى كيفاش نمشي كل تجارب. راهم يحلموا فقط. خليهم يذن الله بالهم. هذه من عند المعلم. من عند المعلم. هذا ماشي من المرفوض يا صاحبي. شكرا شكرا شكرا. صحتك. نشرب على نخبة كل خدام العاملين. قبل ما ننسى. ايوا فيما يخص وليد البشرة انطمن اللي ما راهوش نشارك في هذا الخلاص. واش اللي يخليك تقول هذا؟ المدير المركز اللي يشتغل هو اللي يشكرهولي. والرجال اللي على يدي هادي مدة شهرين هو ما يتبلو فيه لليوم ما فيك ما صافو حتى أديلة في سيرة. علم اللي نفضل تكون هكذا أحسن خير. حقيقة مستقبل باباه كان يكون في خطر. قل لي المركز المدرسي اللي يشرف عليه ميتون فيه وسط كل هذا القرابة واش رايك فيه؟ حتى شيء. لا حتى شيء. هذا عمل معاون. هذا مكان كما نلقاو يكون مكان الى غير في جناح مستوصف المجاني وين يداوي ونصاطل. ايوا في الاخر يقريو محو الامية ويعطيو ظروف في رفع مستوى المهن. راني نشوف فكرة من فكرة السيدة مرسي كذلك. الاخير نفضل نشوفهم مشغولين هناك ولا نشوفهم يزغدو هنا هذا المقملين. عندك الحق. لا وش بهاد السياسة نتاع الخطوات الصغيرة نتاعهم اللي نقدروا نصدقوا. أنا في رأيي السياسة والأمور العسكرية غير متشابهة. ومع هذا مثال الهند الصينية كانت تقدر تسيرها. واش رايك؟ صحيح. تشرفنا بحضورك لو تجلس معنا. كل فرح. لما سعد. اتفضل. اتفضل سي حمود. يا ودي بلا بروتوكول، حنا اصدقاء. اتفضلوا. واش رايك لغد؟ عندي بزاف مشكل. انا كذلك عندي بزاف مشكل. تعرف هذا الاشخاص؟ واش احسن لك؟ راك تجي حبيا اليوطنون بوفي. ما عندي حتى رغبة في هذا. مطلوب منك تسمح لي. سيرجون. نعم. اذهب وتحقق من بطاقتهم التعريفية. إذا قدموا أي إشارة قم بهم. أمرك. كل يوم مشكات يا صديقي وكل يوم قاتل. شكرا. دائما ما تحارب. الحذر والذكاء ما عندهم حتى ثمن. وإلا واش خممت يا صديقي؟ كيفك؟ ونستعرض بك. جارسون. نعم. شو جالسة؟ حاضر. شكراً. أراك الماء؟ لا شوية فقط. شكرا. صحتك. على كل ما تتمنى. على تشريفك القادم وكذلك على صدقك. صح. ايوه سيرجون. نعم. ايوه الاحوال. راهم على حساب القانون. بإتقان على حساب القانون. خايفين منا برك اشخاص. هذا وين لحقوا من البلاد. صاروا مليح وقتهم هذوما. ما تدرانا في ناسنا.
سمحوا لي نتكلم لكم على بني علي اللي راه مشغل لي بكري بزاف هاد الليله. ولماذا؟ هاد المسؤوليه اللي راه خاديها في مركز ميسوم ماهيش عندي. راني شاكي ميل هادوك اللي تعرفهم. فهمت واش حبيت نقول؟ وهذا ينجم يحطم المستقبل نتاعي انا اللي راني خديم طايع بلادكم. في هذا الحال خرجوا من المركز. خممت في هذا. لكن راه شاد بزاف في مقصود وانا مصمم بزاف باهي شباب الخالد هذا هو المصلحه وخايفه راني نشوف صاحب مباتي لا واش هذا الحد كمل حديث سي حمود واش من علاقه مع وليدي انا مستعجل باش نعرف كثير عليه وليدي راه لاصق في واحد البنت اسمها حوريه ماشي باش يتزوج بها ولكن هيا راني خايف اثر عليه هي طبعا صاحبة مباني نقدر ناكد لك بلي نستكلفوا بها الحريه وهكذا انت تعاود تجبر وليدك ونسكن في القصبه رانا نستكلفوا بها بردان صح بلا سامحوا لي نخليكم هيا إذا سي حمود مع السلامة سي نمان مع السلامة سي حمود سي نمان نعود القادة فكر أبعث برقية لقيد المنطقة نتاعه أتلاشر مسبوع عند ما يوم تحاسب أن المحبة هي اللي ميلتني ليه لكن تحققت اللي الطعام والمشوي نتاعو هما اللي جعلوه محبوب عندي ولا واش رايك تاذا؟ انا تاني قلبي ما يحملوش ما نحبش كثير اللي يخدعوا وطنهم هذاك هو دير الشفقه وتروح بعيد هيا ليك هيا تفضل ولا لما راهو تفكر من هو اللي يتكلم بيا يا خالتي عليك وانت تعلم لعلي لعل خالي يقدر يكون لي وينزلني من صعوبات الحياة نعم ما عندي لا أبي ولا أمي وهما الآن في عذاب شديد إن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء انظري إلى الله يا بنتي واصبرك لمجموع الصابرين نعم يا بنتي والصبر هو دوى المحرومين صبر من أول يوم كان قلبي مملوء به لأني عفا سلام الحرب اللي متراقب على الألم والحزن والبكاء لكن الغضب الكريح هو اللي يجعلني أتكلم هذا لكن يا خالتي عيسى ما عطلت من جرنا المنطقة تربي علي يا لكن الجاسوس اللي خبر الأعداء بأسرار والديك ما يسلكش على خير لأنه يبقى طول حياته مدعي ومن ضمنه ما تخفت أبدا صوت الضحايا اللي كان سبب موته نعم عقاب الله شديد الآن يا بني حوريا ما تعني حتى تخمن في ذلك رانا نعلو كل مجهودنا بس نعلو في كل شيء نشكركم على خلي راكم تعلو رانا نبقى دائما نتذكركم الآن تسمحي لي روح نمشي بالضبط البيت من بعد روح عند السي حمدان المحامي هو اللي راه يتكلف بس يدافع على أهلي تبقاي على خير بسلامة بسلامة انت راه مع تنظيف البيت نعم لكن في الحقيقه كنت نتحدث مع حوريه شفتني كثير هذه البنت مبروك مبروك رجعت تضيعي في وقتك مع الدراري هذا هو الكل عندي دار والان هذه الطفله كيفاش نعملوا معها
واش تحب نعملو معاه؟ هي بنية وساكنة معانا، واش اللي نقدر نقدمو لها؟ نعاونو هذي طوح تسكن زندك طبيب وجد المراكز الخيرية. اما انا عندي غير ما تطمع تزيد عليك، ومن غير هاد الشي ما يمكن لها تتقصد هنا ولا نسات ديك الجريمة اللي قاموا بها والديها. اذا على حسابك هذه جريمة، وما عملوش عامل حسن لما الشرطة وجدوا عندهم السلاح. كل واحد حر باش يفكر كيما يحب، باش يفتحهم لهذا الفعال اللي صابت عليهم. يا ترى ما كانوا سعادة؟ لكن لما حضروا ديك الدراهم نتاع رمال باش كلي. كيفاش راك عارف بهذه الامور كلها؟ على حسب ما نعرف، ما تكلموا على هذا المقال لا في الجرايد ولا في الاذاعه. فهمت. واحد من اصدقائي عنده علاقة متينة مع الحكومة، هو اللي فاهمني في المسألة كيف صارت. راني حقا من حاجة واحدة، إذا تمريت هكذا ما تسمعش كلامي راك توسخ عارفك وعارف نمرك. دون حتى انت راكي تشبعتي بدوك الناس اللي عايشين في الأحلام والآمال الخيالية. صدقي كلامي راكي ما تنجميش. يا عنترة يتصور العقل والنملة تنتصر على الهيل؟ لا لا أبدا، ما كان حتى شي مستحيل. في بعض الأحيان تمكن النملة تنتصر على الهيل. ما هو الدليل؟ تعرف الحكاية اللي يحكيوها عن الهيل؟ النملة دخلت كنيفو وطلعت له حتى مرة، ثم تخلخل مخو وهو وضع على رجله. يكفي من هذا الكلام، انا ما نرضاش يزيدني نشوف هذا الطفل. انا يا راجل مع الشيطان، وين حبيت هذا الطفل تروح؟ هذه حاجه فيها والخطا، مين اللي يحكم هنا انا ولا فيه؟ طبعا انت تحكم هنا، لكن ما تنساش اللي الحاكم الكبير هو الله تعالى. سوريا كنت تسمعي حديثنا؟ نعم بعد كل شيء، ولهذا راني رايحة، ما بقالي نجي نقعد في هذا الدار. الحقيقة المسألة تسهل لما سمعتي الكلام اللي قلت، باش ما نعاودش نفهمك في الموقف اللي خديت فيما يخص وجودك هنا. الوداع يا خالتي عيشة، ما ننساش اللي دافعتي عليا في وجهي. خير اخي. راني قبلت نرجع على كلامي،
غير ما قلت انك تخلص الفكره ولا كيف تجي في شكلك على هذا ما نحتاجش حتى اشكر هي بني انا هي اللي تشكر انا فرحان اللي ما راح نبحث عليها ما نظنش تكون راح تبعد خلاص يا بيجي كل ما نشوف حالتي اليوميه ما يخلص شكري لك انت وخالتي عايشه لا شكر على واجب يا اختي حورية بابا هكذا خلق وقد ما يزيد يكبر طبيعته تزيد تخسر لكن راه هضري معاه بالعقل ربما يحن قلبه ويلبي طلباتنا بنتي وحدات كثير واش خبر باباك ويماك عن قريب يفوتوا امل المحكمه لكن ما عندي حتى امل تخرج ما يخفاش عليك اللي وجدوا في دارنا سلاح وهذا دنس خطير ما يكون غير الخير ان شاء الله وتاني دخلوا للسجن على مساله شريفه وطاهره اللي يقدر يفتخر بها كل جزائري شريفه وطاهره وما قاموا الا بالواجب لكن قل لي عليه نعم ما هي نظرتك في الثورة الجزائرية؟ يعني بالجملة نهاية هذا الحوادث كيف تنتهي؟ طبعا بالنجاح لجيشنا راك متحقق يا هل ترى هذا الكلام راك متيقن منه معلوم وراني مستعد للأمر اللي هو يصير من فضل الثورة راني فهمت مقصودك وبهذه الحقيقة الراجل المخلص وهو قبل كل شيء جزائري حر قبل اليوم الحرب اللي كان صاير ما عطيتوش أهمية كبيرة لكن لما سمعت منك هذا الكلام وشفت مثل سجعتك في هذه الأيام الصعبة راني موجود باش نضحي عمري يا للأسف ما لقيتش الاتصال مع الخوة إذا شي سهل راني نعطيك برية وبيها تتصل بالإخوان لكن نوصيك اكتم السر تاعك وما تتكلم مع حتى واحد في هذه المهمة ما تخميش بالك خالتي عيشة جاية من بعد نعطيك البرية حورية تسمحي لي يا بنتي طيف عليك حق بدي يديك سرطان انت سالينا بالكلام ما في هذا سي خالتي عيشة وتقول تسكت لو كان غير تكلم على هم الدنيا ما في هذا فمن الصبح لليل وهي تحكي وشا لما خرجت تقضي الحفافة الفلانية خير من فلانية الى اخره هاكي فهمتيني وش حبيت نقول وش نقولوا يا خالتي عيسى الله يهديها عليك واحد قلبه على تمرة الاخر قلبه على جمرة ها سامحوني انا نروح اصلكم على شوالكم هيبقوا على خير روح بسلامة يا وليدي يا وليدي وصل وصل وش بك يا راجل من وقت رجعت منا عليه الخروج وش صار ما صار حتى شيء وش صار ثاني هاد خلقة النار يا غير قريبة على حسب صوت تعرفه ماشي بعيد ما يكون غير هنا في الحومه سبحان الله قولي قزلنا عليك بس منعت من الخروج بعض الاحيان يقدر يقزل الانسان بلا ما يستحق ها هي الثبوت شهدناها يتسنى الكلام حورية الشي المليح اللي تعملي هو تحضري الفطور محلي يا سيدي انا رايح قاعد على خير خاطي عيشك ما يسترنا كيف يعطيك قلبك تبطر وقال يركب هالدم وكل هذا القريص راح صايف من يدري بالك بعض الاخوان راهم استشهدوا شي خاطيني ما كنفش تسيبيه لكن يلزم نروحوا نبعثوا نشوفوا وصار يمكن بعض بالخوا راهم موتى في الشارع لكن ماشي احنا اللي نروحوا نجيبوهم لكن يلزم علينا هو واجب على كل مسلم الباب امامك اذا حبيتي تروحي غير ما كان لا تكرر راني رايحه وانت عليك ابقى هنا في بعض الاحيان ما نفهمش مقصودك لكن من اللي سمع عليك بس فهمت اذا كنت تفضولي في امك ما عليك الا تخرج وتبحث وسط ما نقدرش نخالف امورها
العسكر العسكر هل بدل الزلمة عندي حمود شي مفتاح واش كاين واش صار قدم روحك نسيتها من كل شيء وخاصة عيسى وين راح فهمنا بالعقل يا وليدي كانت الفيوسف مشحولة بالمتفجرات لما الدنة تنسى لها انفجرت وقتلت كل انسان من جملتهم خلتي عيشة يا ما انتظر ما تروحش شو مبليس تعمرهم لكين على الحومة ولي شوفوا الدنيا الجسوس يقتلون عمل براي ريح دركم من بعد اخترتوا حجيبها بالخوف صح نعمل برايك من بعد نخرج قل لي اخويا قدور كيف صارت المصيبة وشكون فيها اللي استفادوا على بالي على بالي بحيث كنت في السوق نبيع ونشري لما جابوا هاد الشهداء الابرياء وقتلوهم في وسط المرح لكن العدو بدا يجمع في الناس انا بقيت مخبي تحت كياس البطاطا ولما راحوا خرجت باش نغطي بجوزف لكن لما شفت النساء خرجوا سرت وخليتهم يدناو الجوزف شي دقايق من بعد الجوزف انفجرت الباقي الباقي رقم جيت عم العربي انت هو عمر انا هو بجد تبعني دوك نجي لا 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 لا
البعض من الفدائيين هجموا على مركز عسكري وقضوا على قطعة عسكري. هذه هي صعوبات الحرب، لابد أن تكون فيها المدة. لكن ما رأينا التحديث، خلينا نقول لكم باللي البارح ما قمتوش بأعمال شرف. وعلاش؟ لما كنا قبل لما كنا قطع الزين تعرفنا بيهم ما رأيش نتكلم عليهم. لما شحلتوا الجبتة متاعهم زوجتي كانت ما بين انسان فجرت عليهم الشحنات. راني متأسف، لكن ما قلتليش انت بنفسك وان الحرب لابد تكون فيها الموتى؟ لكن هي بريئة بريئة بريئة. وقالت الاخرين صحيح مناظرين؟ حمود زوجتك وصلت اجلها، اما احنا غير ما تجعلنا السبب. الوي نعم كيفاش؟ ايوه نشكرك نشكرك يا صديقي. ولا حسبت خلي وصل عندي؟ لا اذا ماني نتلبك. مع السلامة. فرد حضرت لي محافظ زي محضر الالات اللي تعرف القارب يزورنا مشتري بكل فرح سيدي. ما تنساش الكلام معلوم، وكذلك ما ننساش الضابط اللي كان صديقي الوحيد. يلزم ننتقم من اللي كان سبب موته. شغال غاد حمول في الدوار وين يسكن لإعادة محاولة قتل. نعملها بعجوبة غريبة، لكن في العودة يعتبر هذه المحاولات كإنذار ويرجع الطريق المستقيم. بالعكس الرغبة نتاعو باش يتحدى جبهة التحرير الوطني زادت أكثر من قبل، وهذا ما دفعش جبهة التحرير الوطني باش تتخلص منه. هذا اقتراح باش غاد حمول ما يفلتش من يدينا. رانا بنالو ما كده، والاقتراح لابد اللي تحكي ما لا خلوني نبهكم كيف راح تصير العملية. شوف لغد حمون كل كل مرة في الأسبوع راهو يجي نهار سنة. ما لا ينزل هنا يجيب مع السائق نتاعه بالسيارة لهنا النبي نجد بالودريد وشامبو نجد شامبو. وانا وين نكون انا نكون هنا؟ سينما موفيني تكون سينما موفيني هنا. انت تكون هنا يا رب بالك الله. ما لا لما ينزل السائق نتاعه يروح يعمل دورة حتى المقهى تاع قهوة الهلال هذيك تعرفها؟ أيوة. يشرب الشاي مع بعض الثقة، بعد هذا يولي ساعة أو ساعتين. أما احنا يلزم منا نعدو لما ينزل من البيت هذاك، من البيت هذاك. نعم، ربنا يكرمك. نصبر لنا كيما صارت الفترة اللي فاتت 49 الإخوان اللي في الميوزيوم والآن راهم مازالهم في السجن. استنى. نعم، صح. كل وصل من دائرة عديدة، لكن أنا ممكن اللي رغم القول القبض على واحد من الفدائيين اللي هجموا لي الكبان على مركز العسكري. كما يقول الفن اللي جابوا رجليه الحديد ليه اسمح لي ولكن ما تصدقش. وعلاش يا سيدي المحافظ؟ لأنني غير حقق إلى هذا المثال صحيح؟ وإذا انت لا تقول لي
اهلا بالضيف. ما تتقلقش في الان، خلينا نبحث قبلهم بعد براسك. معاه ما نظرش يا سيد البابا، ما تجمو تخرجوا حتى كلمة منهم. الان نشوفه. اذا هاوليك ليك بلاد فهموا اللي سكت معنا ما يوصلوش للخير. انا ما تتعبوش نفوسكم، لا انت يا بابا ولا انت بيرس، ما تقدروش تخرجوا ولا كلمة منهم. طيب وشو تقول لما نطول كلسانك؟ عدو سيد عدو، من هو رئيسكم؟ قول من هو رئيسكم؟ سمي المنافقين متاع الحومة. قول قلت لكم سيد نخرجكم، ما ضيع شفتكم معايا. بلا شجاع. انا الناس اللي نستعطي بالبطولة لكنه ما يحبش الكلمة قطلة. لو بيت لنا بريس كل حاجة غارت منها، ولا حد بتموت وتمس شاب صغير. محبا انت مسلم مثلي، خذ يا الكلام شي مدهش. ويان تتكلم ويا لا تتكلم. قول اتكلم. قبل ما تحملت استعملت الكفاح، عرفت على اشتدوا ولهذا اردت فيها وقت طاعت. اسمع يا شيخ، اروح عني اتقدم، هذا انا عقلك مليح. راح لي حمود، يمكن لك انت يقول صح. لا ماشي مش في الاسرار اللي نازل لك، لكن مش نشفى على وجه المسبوع نصيحه ولا الان. راني عرفتك وعقلتك شكون خساره وما لكن الآن حققت نمثل اللي يقول أن الولد يشبه باباه كذب، لكن دم الشهداء حسبك وروح الضحايا تتبعك إلى يوم القيامة.
اللي يترى له مطرى المولود. نظن اللي راك عارف وش حبيت نقول، يعني تعلم باللي يقدر يخرج ثم من بعد قرص عليه وتقول حبي يهرب. نعم هذاك النوع. والآن روح قوم بالواجب متاعك. كذلك كانوا سعداء خصوص لما يقضوا على جاسوس مثلك. خرجي اذهبي ما تشوفكش، لكن كوني متحقق باللي ندمك على هذه الكلام. حرية هي اللي اختارت الطريقة. يلا يا ولدي ضوح الآن. اسمع لي، هوية اللي كانت عمرك في راسك وهي اللي دفعتك بشرت في ديك الأعمال. نعم قل له هكذا الضابط، قل له حلفت فيك بشرتك تشاركهم. قل لي واش ربحت كي راك تساعد في استعمار؟ كثير من الجملة. إذا عملوا تفتيش في الحومة على حد ما يدخل داري عندي شهرية، وزيادة على هذا بلا ما نتكلم على الشقر اللي وصلني من عند سيدي البريفي، وزيد العرضات اللي يجوني من عند الحكومة في كل موسم. لكن حاجة واحدة ما تسعهاش وما تسعهاش أبدا، هي السعادة وغض الضمير. انت تقول هكذا واش يخصني؟ قدر مال وشين يطرد عليه الحقني؟ ما هذا غض الضمير ما عندي حاجة فيه، لأن خاطري متهني وقلبي مرتاح. يا الله
تجيب الان مخصص بالبنت حورية اللي راهي ساكنة عندكم. وين هي يعني؟ فتش عليها لما تلقاها نوريها لكم. يظهر لي تحب تنزح. لكن وش عملت هذه البنت؟ جانا اخبار قالوا لنا بلي هي الاتصال نتاع الرئيس الكبير لهذا الناحية. ايوا صار هكا. الان فهمت علاش كانت تجاوبني وتتكلم معايا بديك الصيفه. ايوه الان فهمت. هيا لا خو مع الفريق ارجع اسمعني يا ام السناب عطاني وين تحت. طيب اذا على الاقل ما نكونوش قيمه في باطل نطلب من سعلي تبعنا. من الاحسن تروح وحدك وحنا من بعد نلحقوا. ما يخطرش وان الناس كان هما يشوفونا معكم واحد ما يعود يعمل ثقه فينا. غير كنت هني يا شيخ حمود الجنود راهم يتكلفوا بهذا ويمنعوا عليهم الخروج. اي تبعنا. ما يقدرش يحاسبني. لا محال راني نحلم. هاد الشيء اللي راني نشوف فيه فهو إذا ما أثر على فكري ويظهر لي كأنه حقيقة. لا 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 الحقيقة حبيت تجهلها كما تجهل لاحد الجدود فضلت الحاضر المزيف وتخليت على المسؤولية. ولو يسر الحرب غميضة يبقى دائما هدف الوجب والوجب توعية الشرف كلمة واحدة الرجوع للحقيقة لأخر لحظة تنقض بها المناضل عليك اللي هو مثل ابنك الحقيقي. انظر ليديك انظر ليديك اللي راهي ترجف بلامة الشر إذا من الخوف أو ضميرك اللي حكم عليك. اهلا اهلا انت جزء الغفرخة. لا انت تقعد معايا يا صديقي لان كان هناك بعض الاسرار تحدثت عليها مع بعض. فريد حرام عليك قبل ما تمشي عندي شغل كلفك به. نعم جاني امر اليوم صباح من القياده العليا باش نقضيو على كل الشبان. طيب وليدنا على حسب ما نشوف المسيرين نتاعنا ما يغفلوش. كل مرة يروحوا هكذا الحكمة للثورة. نعم الحكمة للثورة. الآن أروح. كيف حالك سي حمود؟ وأنت علي؟ لا بس لا بس يا سيدي طابق. لكن يظهر لي وليدك ماذا مشكلة؟ اسمح له راح شمال. هيا علي جاوب سيدي الضابط. لكن راني جاوبته من غير شك. ضابط راه فهمت. نعم افهمتك وانتبهت لك لكن ما فيها بس. الان بابك صديقي. وانت كذلك صديقي. يعني راك متحقق. متحقق كما متحقق من حمود بابك. لا يا سيد الضابط وش هذا الموضوع؟ وش حبيت تقول؟ وش معنى هذا الكلام؟ نفهمك في هذا لما انت تفهمني في بعض النقاط. ادخل في الموضوع من فضلك. ما تتقلقش يا علي ما تتقلقش. مازال عندنا الوقت.
تفارغ شغل؟ وانا عندي كل وقتي. غير ما تقلقش نفسك وجاوبني لما نسألك. شوف مليح، فكر مليح. تمزرك شاب صغير جاي الدنيا، وكلنا جزنا من طريق الشباب. وعلى هذا اللي نعذرك. فاش تعذرني؟ في هذه الساعة ما تضيعش عقلي. شفت كيف فكرت مليح؟ صحيح ما تضيعش عقلك. ولأن هذا راني متحقق اللي تفهمني مليح. قولي البنت حولي عطت لك بقية، وانت اتصلت بها برئيس ناحية. وين تلاقيت به؟ نصيب عاشور طالب عبد الرحمن علي الافواد دبي عشيل لحمان من جاك ونصيبهم اسم رئيس الناحيه وين يقدروا يوجدوه؟ اتكلم بكل صراحه مع الضابط، ما تخافش راه يسمح لك انت تكون باري من هذا الشيء. يكفينا من الصعوبات يا وليدي. الواجب اللي وقفت امامه وحلفت بالاخلاص عنده هدف. اليوم محال نخون. يا اخي شفت يا حمود؟ انا حوس على ربحه وما ينتفع بيا. سلموا بيا حتى يطلع يمشي فيها. عندي قضية هامة راح نبدا بها. ومن بعد نرجع. عجيب. علاش تعجبت؟ كيفاش؟ يبحث وليده وهو بين يدي الاستعمار. لا. هذا مستحيل. تقدر تقول لي باللي أسرار الحرب عجيبة وغامضة، لكن هادي فاتهم كاع. ساعات نقول باللي أنا مانيش وليدك. عندك الحق، أنا مانيش باباك. يماك الله يرحمها جابتك ليا لما تزوجت بها. باباك مات وخلاك صغير. عمرك ما قلت لي كلام فرحني كيما اليوم. ما هو هذا الكلام اللي فرحك؟ هو لما سمعت بلي بابا ما ماتش خير. ما تستحيش تقول لي هكذا؟ انا اللي كبرتك وتعبت عليك. فاش كبرتني؟ في الحشمة والفخر اللي شاريها بدماء الشهداء. يكفي يكفي من هذا الكلام. ما نحبش نسمع دماء الشهداء. لا لا ما نحبش نسمع هذه كلمة. حاسبوني الآن راني متحقق باللي قلبك باغي يرتاح وفكرك طلب بالهدوء. المهم لما رجعت للحقيقة ولو في آخر لحظة أنا من جهتي راك مسامح. إلى حب الله إنه غفور رحيم. نفضلك تبعي. قول الحقيقة لعلي، قل للرحيم قد عليه لما خرج من المكتب. انت ضدي يا ترى؟ ما وجدتش اللي يوافقني على اعمالي؟ ابدا، حتى ما يوافقك في هذه الاعمال الوحشيه اللي راك تستعملها. الحل ابليس ورجوع الحقيقه، ابواب السلام مفتوحين لكل المسلمين. هل فكر اصلك؟ ولا تنسى أنا قبل كل شيء أنت جزائري. قل الحقيقة لهذا البطل اللي هو ابنك. وهذه هي اللحظة الأخيرة اللي تقدر توجد فيها السلام. لكن باش نذوب يلزم نموت. عشا 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 عايزة عايزة.
ما كان حد. أنا ما رأيت نادي يا شيخ حمود. والو. حتى شي. كنت نتكلم وحدي فقط. أنا جبت عقلك. عنده الحق الشرطي. وجد ربك باش تروح. بابا ضبط قال لي بلي نقدر نروح راني حار، لكن ما فهمتش علاش قال لي بلي نقدر نروح وحدي. ياك جينا مع بعض علاش نروح وحدي؟ الامن فاهمك يا وليدي يا وليدي العزيز. بابا وش صار؟ الضابط حبي غضرك يا وليدي، لكن غير ما تخافش راني هنا باش نجيك. يا بابا قال لي نقدر نروح. هكذا كيقول جميع الشبان اللي يلقى عليهم القبضه. راك تشوف ذيك الباب برا كاين شكاير، وفي دوك الشكاير مخبي واحد العسكري بهذيك القنار. فهمت الان علاش قالك خرج انت وحدك؟ هذا المحافظ يظهر لي حيلي كيخلاهم وحدهم في زوج في المكتب. قل لي ما راكش عارف علاش؟ لا ما رانيش عارف علاش. هكذا عليه يطيح كلمه والمحافظ يكشف منه كشي اسرار. حتى لا يستعملها مع الناس الكل. واللي هذا المسؤولين حاولوه من المحافظ الى الضابط. لكن انا في رايي يعمل مليح لو كانش عم يضربوك المحافظ. ايه عندك الحق. روح وجد روحك. الخبيث اذا ينتظر لي يخرج الاول يطلق عليها رصاصه. نعم. كما قلت لك اللي يخرج الاول وحده. خذ ملابسي حتى البابا تاعك. نوصيك ما تفرجش فيها وهي ابحث عليها نجيها من يدين العديان. كن متهني يا بابا. الان راني فرحان لما نضحي نفسي عليك. قلبي مهني لما عرفك في السلامه. روح يا وليدي الله معك. الموجود في الجزائر يفتح عينيه.
على عالم جديد ويقبل مبدا المساواة بين الرجال ومبدا الحرية للرجال. الجزائري ثائر على أجل هذا، يضحي بالحياة باش يمثل الإنسان قيمته ويمثلها لنفسه.